ميكرو تكوميك فريد مع انفاس، غنسولوا الناس على قرار ديال وزاره التربيه الوطنيه تاجيل السنه الدراسيه من 3 شتنبر الى 10 شتنبر، يعني من وراء الانتخابات، ونشوفوا اراء ديال الامهات والاباء بكل تواضع. بغينا نسولوك. مرحبا. بكل تواضع. بكل تواضع. كي جاك القرار ديال وزاره التربيه الوطنيه تاجيل دخول المدرسه من 3 شتنبر حتى مورا الانتخابات 10 شتنبر؟ مزيانه. انت كأم؟ كأم مزيانه لينا، بين ما شويه ترخفنا وجمعنا فليسات باش نشريو الكتوبه، يعني مزيانه، بنادم يتنفس شويه، فهمتي؟ مزيانه. قرار زوين. هذا في نظرك ديالك انت قرار ديال ديال الحكومه صائب. يترخف شويه بين ما بنادم وجمع راسه شويه من يا بنتي مزيره بزاف، خاصك ترحبي بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي لك. الله يحفظك. الله يحفظك. بغينا نسولوك بكل تواضع على القرار ديال الحكومه الاخير بتاجيل السنه الدراسيه. ماشي تاجيل السنه الدراسيه، حيت هو كان اصلا غادي يكون في 3 فهاد الشهر، كان هو اصلا كان كيكون في 16 شهر 9، ولكن هذا العام اللي داز كان في 3 في شهر 9، دابا ولا في 10 في شهر 9، ما حيت كاين انتخابات نهار 8 في غيكون الاقتراع نهار 8، زادوا يومين على قبل، حيت اكثريه ما يكون المدارس في الاقتراع في الانتخابات نهار 8 شتنبر، يومين ماشي مشكل. يعني يومين مورا الانتخابات بكل تواضع غيدخلوا ديريكت هما الدراري يقراوا. يقراوا ماشي مشكل، ماشي. ولكن كنسمعوا شي يعني شي هضره راهي جاي ان يعني 3 شهور الاولى غتكون عن بعد. يعني كنسمعوا. دابا لا كان عن بعد على حسب الحالات، دابا كان طلعت الحالات بزاف غادي يكون عن بعد، لما كان غادي يكشف الانخفاض ما يكونش عن بعد. وانت كأب تبغي الدراري انهم يقراوا مباشره ولا عن بعد؟ حنا مع القرار الحكومه، هما كيعرفوا احسن منا حنا. بكل تواضع. عرفتي علاش؟ حيت حنا ما عندناش، هما راه كيديروا دراسات على ان اش غيوقع، حيت السير الحكومي ماشي بحال حنا مواطنين ما غنعرفوش بحال السير ديال الحكومه. يعني اللي قالت الحكومه هي اللي كاينه. هادشي اللي كاين. بكل تواضع. كي جاك القرار ديال وزاره التربيه الوطنيه كانوا غيدخلوا نهار 3 في شهر 9، تاجلات حتى مورا الانتخابات نهار 10 في شهر 9 السنه الدراسيه. هذا مزيان، هذا اللي وخروا مزيان، هذا تاخر، هذا اللي وخروا الله يرضي عليه. كلتي خيره فيها خيره. اللهم لك الحمد. اسمعك انت راضي على هذا القرار؟ وانا راضي عليه، مزيان، نيت الدراري استراحوا مزيان ودخلوا مزيان. باقي ما استراحوش؟ وباقي بكل تواضع. بكل تواضع. ثلاث شهور وباقي ما استراحوش؟ ثلاث شهور راه ما كان فيها والو. خاصهم يعطيوهم عام؟ لا. شنو يديروا؟ اربع شهور. سنه بيضاء. سنه بيضاء. بلديه ولا روميه؟ روميه. بكل تواضع. تحياتي. كي جاك هذا القرار دابا ديال وزاره التربيه الوطنيه تأجيل السنة يعني الدراسية من ثلاثة شتنبر حتى العشرة؟ قرار مزيان، قرار مزيان، هذه فرصة باش حتى بنادم اللي ما عندوش الفلوس باش يوجد الوليدات الفلوس ديال الأدوات وهذا الشيء. في ظرف سيمان يقدر يجمع الفلوس. يقدر يجمع الفلوس، يقدر يتسلف، يقدر، المهم ماشي مزيان، كل ما أجلت يكون ما مزيان. كلتو خيرة فيها خير. كلتو خيرة فيها خير. خيرة بكل تواضع. المغربي هذا هو اللي كي. تحياتي. وكنتمناو التوفيق للتلاميذ ان شاء الله في هذه السنه الدراسيه اللي جايه ان شاء الله، وينجحوا وتكون حيد عنا هذا الوباء ان شاء الله ونكونوا بخير. وكنسمعوا واحد الهضره دايره كيقول لك واقيلا الا دخلوا الشهرين الاولى ولا 3 شهور عن بعد، كي غتجيك يعني يعني الدراري واش اللي باغي يقرا يقرا عن بعد ولا عن قرب؟ مش نقول لك بحال بحال اللي كيقرا بحال بحال اللي بكل تواضع. اللي باغي يقرا راه باغي يقرا بلا بعد بلا قرب بلا حتى شي حاجه، المهم هذا القرار هذا ديال وزاره التربيه الوطنيه قرار مزيان باش الناس ياخذوا الفرصه ديالهم فين يدبروا على الفلوس، اللي مازال شويه ما عندوش يدبر على الفلوس باش يقضي الغرض. بكل تواضع. بكل تحياتي لك. الله يحفظك. وكي جاك القرار ديال وزاره التربيه الوطنيه كانوا غيدخلوا نهار 3 في شهر 9، اجلوها دابا حتى مورا الانتخابات نهار 10 في شهر 9. مزيان بلا جمعنا فلوس الكتوبه. مزيان فين ما جمعتي فلوس الكتوبه؟ داروا معك مزيان. داروا معنا مزيان بلا جمعنا فلوس الكتوبه، داك الشيء علاش داروا باش نخلصوا المدرسه ونجمعوا فلوس الكتوبه، داك الشيء علاش اجلوا حتى تفوت الانتخابات. حنا دورنا معنا اصحاب الانتخابات، تا هما راه كيدوروا في الدروب، كيدوروا مع الناس. باغي يدوروا معك اصحاب الانتخابات باش تشري كتوبه. بلا كيدوروا. بكل تواضع. بكل تواضع. شحال غيعطيو قيمت مقرر؟ جوج ثلاثة. شحال كيعطيو. المهم اللي عطاوك بركة، واخا تشري لهم الا دروز. بركة. بكل تواضع. ما سيلو. ميساج ميساج.
ميساج لهذا يعني التاجيل الناس اللي اجلوا هذا القرار اش غتقول لهم؟ حيت هما كيشوفوا المصلحه ديالهم هذاك الشيء علاش كيشوفوا المصلحه ديالهم كيسبقوا الانتخابات على المدرسه هذاك الشيء علاش حيت المصلحه هذه كيقول لك المصلحه ديال الانتخابات احسن من المدرسه حيت هنا المدرسه غيديروا على بعد عاوتاني غياخذوا الفلوس ويتخلصوا خلصوا الناس لا صوره يخلصوا المدرسه ياخذوا عندهم الشيكات يقول لهم سيروا قراوا على بعد عن بعد عاوتاني على بعد فين فين غيمشيو فين بالضبط في ديارهم بعيد شحال غيضربوا من الكيلومتر ما يضربوا والو وعن بعد على البعد يطرى ياكل ويشرب ويقرا وينعس بكل تواضع كل تواضع تحياتي مشاهدين انفاس كما شفتوا سولنا الناس على قرار ديال وزاره التربيه الوطنيه تاجيل السنه الدراسيه من 3 شتنبر حتى المور انتخابات نهار 10 شتنبر وسمعتوا الاراء ديال الناس والجواب ديالهم بكل تواضع